مساكم الله بالخير والنور والسرور والسعادة يا رب. أسوي معاكم اليوم مندي، بس شوي غير عن المندي دائما أسويه، أو تتبيلة الدجاج مختلفة، بس طريقة الرز تقريبا هي نفسها. راح نحتاج دجاج، أحتاج طبعا اليوم الوصفة برعاية بهاراتي، بستخدم من بهاراتي لتتبيل الدجاج بهار الدجاج، وللرز بستخدم بهار الكبسة وبديل الماجي الأبيض أو البهارات البيضاء اللي ودكم منها تحطون حطوا في الرز. بالنسبة للدجاج راح أتبله زيت زيتون، معجون طماطم، قلت لكم بهار الدجاج والملح، وعندي هنا مجموعة بهارات عبارة عن تقريبا شيء بسيط، يعني كزبرة، فلفل أسود، كمون، ثوم بودرة، بصل بودرة، بابريكا. بس هذه الأشياء كلها بنخلطها ونتبل فيها الدجاج. خلنا نتبل الدجاج أول بعدين نرجع نسوي الرز. نحط البهارات كلها، بحط الملح، مجموعة البهارات اللي ذكرت لكم إياها، وعندي طبعا بهاري، بهار التوليفة أهم شيء، بهار الدجاج راح نحط منه مرة لذيذ. بهارات ترى ممكن تحطونه هو نفسه في الرز. معجون الطماطم وزيت الزيتون، وأخلط هذه المكونات وأتبل فيها الدجاج. نخلط هذه المكونات كلها مع بعض إلى أن تمتزج، وبعدين أبدأ أتبل فيها الدجاج. راح أستخدم اليوم على حسب عدد عيلتك وكذا دجاجة ونص بتكون كفاية. الآن راح نتبل الدجاجة حقتنا بالخليط اللي حنا سويناه. تبلي عدل مدل، مسجيها ودلعي دجاجتك وخليها تدلع. يلا خلوني أتبل وأرجع لكم، أهم شي شوفوا الخطوات معاي، تبلي زين ما زين. تبلنا الدجاج عدل مدل زين ما زين، يعني مسجناه وهمزناه ودلعناه. الحين راح نريحه شوي قبل الانتقال لمثواه الأخير. بنريحه شوي بجهز خلطة الرز. هذا القدر بنات راح أدخله أنا، هو اللي راح يعني أطبخ فيه الرز وكل شيء، هو اللي بيدخل الفرن. إذا أنت بتسوينه بصينية اطبخي البصل والخلطة هذه على جنب. راح نحط البصل وأشقره، خليه يصير لونه بني، مو غامق بس بني. أرجع وأكرر الكلام اللي دايما أقول لكم إياه، ترين أكلك زين، حمسي زين. حمس صحيح إن الحمس يطول لين نحصل على اللون اللي نبيه، بس تطلع نكهة الأكل حلوة. شوفوا هنا يا بنات بدأ يشقر، بس لسه بعد عليه يشقر أكثر. بس بهالمرحلة بضيف الثوم، أنا ما ضفته من البداية علشان ما بيكون ينحرق، لأن الثوم أسرع سوا. ونفس الشيء بضيف البهارات الحب علشان تاخذ لها نكهة. ونحرك كيف تطلع ريحة البهارات الحلوة. طبعا حطيت كزبرة حب مرة لذيذة في المندي. المندي اليوم شوي غير، مش زي مندي المطاعم، لا شوي غير. هذا بالضبط يا بنات، شوفوا لون التشقيرة اللي انا ابيها. راح اضيف الرز حقي، رز مزة. راح اضيف ايضا الفلفل الحار، وراح اضيف بديل الماجي الابيض او مكعب الماجي براحتكم، اللي ما عنده بديل الماجي، بس انا حابه بديل الماجي الابيض ما بي فيه لون. وعندي هنا بهارات الكبسه او بهار الدجاج او بهار مشكل، واللي ما ودها تضيف بس كمون شوي وكزبره. وراح اخلط هذه الاشياء كلها مع بعض. طفيت الحراره، الملح، ونضيف المويه. حطيت حق كل كاس رز تقريبا كوبين مويه، كل كوب رز له كوبين مويه حطيت عشان ابغاه شوي لين. الان راح اقول لكم ايش راح اسوي. طبعا اللي ما عندها قدر المندي اللي زي كذا تحطه بصينيه وتحط قصدير تخرمه وتحط الدجاج من فوق. تعالوا ننتقل لفقره الدجاج. في شغله مره مهمه انا احب احطها، الزبده او الزيت، فحطوا من هالقطيعات اللي ما تبي عاد براحتها، مش ضروري تحط، بينزل عليها ممكن من دهن الدجاج. هذا الغطاء جاي مع القدر، قدري هذا اخذته من قصر الاواني، دهنته هنا بزيت وراح اصف الدجاج عليه زي كذا. طفيت الدجاج يا بنات، زي ما قلت لكم قدري هذا من قصر الاواني صراحه اخذته، موجود كان عندهم، ما ادري الحين موجود ولا لا، اخذته من زمان يعني بدايه الشتاء تقريبا، وشفته باكثر من مكان بس والله ما اتذكر. المهم راح نغطيه وندخله الفرن على اعلى حراره عندك بالفرن، حطيه في اسفل رف اعلى حراره فوق وتحت. ما يشتغل عندك فوق وتحت، شغلي تحت بس. دخلت الفرن فوق وتحت اعلى حراره، بياخذ له حول الساعه، بعد الساعه بكشف عنه يحتاج يتحمر شوي،
بحمره، اللي تحب تحط الدخنه الدخنه بدخنه. ممكن تصبين ماي الكادي في الاخير، انا راح اصب ماي الكادي، نحب احنا مع نكهه ماي الكادي. يتحمر، بتشوفونه بعد ما يتحمر راح احط هنا شوي ماي كادي، اذا خففته بشويه مويه، وبدخن الرز. الفقره هذه مش ضروريه، اللي ما تبي لا تدخنها. وهنا راح ادخن الرز واغطيه على طول. حالات المندي مع الدقوس، سويت دقوس مره خيال، عباره عن طماطم، كزبره، فلفل حار، شويه خل، شويه ملح، شويه كمون، بس تضربينه ضربات متقطعة علشان نبغاه خشن، ما أبغاه سايل، شوية موية علشان ينضرب. ممكن تستبدلين الخل بليمون. جيت أقول لكم شوية معجون طماطم، بكتبها لكم في الوصفة إن شاء الله، بكتبها لكم. شوفوا كذا، نبيه خشن زي كذا، عرفتوا؟ أحلى مرة ألذ. هنا ما شاء الله تبارك الله، هذه دجاجاتنا، بس نبغاها تتحمر ونشيلها وخلاص بتصير جاهزة. هنا ما شاء الله تبارك الله، الريحة الحلوة. شوفوا هذا الرز، ها من تحت ألذ مندي، غير عن المندي العادي اللي تاكلونه، غير 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 مختلف، بس بيكون بإذن الله مرة لذيذ، أصلا ريحته تشهي.